وبديك اللغه الصعبه. واحد المنطق، واحد المنطق، الله يرحمه، هذا تعليق خصني نقرا. فاش كتحتاجوا امريكا على ود الصحراء ديك الساعه ما كتستقويوش من الخارج. دابا المنطق الامي المريض، اش غدير مع هذا الجنس هذا؟ اش هذا الويل؟ اش هذا البساله؟ اش هذا قله الحياه؟ شوف الجهل. شوف لا اساتذه ديال صراحة أنا بغيت نعرف نتوما هنايا واش تتمارسو يعني الصحافة ولا تا بالطاجين؟ واش كاين يعني شي موضوعية؟ مكاينش. تهضرو على الأساتذة وكأنهم يعني هما وكأنهم لا شيء في المجتمع، مع العلم أن لولا الأساتذة لما كنتوش هنايا جالسين وتتلقاو هاد الحوار وتتكونو هاد النجومة هادي لي باش فهمتيني تتصوتو بها الأساتذة. يعني عمل ديالكم عمل بلطاجي وحقير جدا ورخيص ومرقاوي يمكن لي نقول. فالاستاذ المراقيه هو اللي تخرج عليه يديه الطبيب القاضي المحامي المهندس حتى رؤساء الدول، حتى يعني رؤساء الدول فتا هما اللي تخرجوا عليه الاساتذه، لان باش تطيح قيمه الاستاذ سمعوا المراقيه تطيح القيمه ديال المجتمع ككل تيسقط. فلذلك إذا فشلنا الأستاذ فلا فشل المجتمع. وفاش تشوف الأستاذ ولاو تيجمعوا بنصوص مقدمية في الشارع والبلطاجية وهذه فراهنا وصلنا للحضيض. يعني هنا تيضربوا على هذيك القداسة وديك المكانة ديال الأستاذ، لأنه مخزن عندكم، فهمتي المراقية مخزن عندكم، هو نظام أونتي إيديوكاسيون، هو ضد التعليم ضد العلم، وشعاره يعني منذ نشأ هو نعم للجهل، نعم يعني للضحك على الشعب المغربي فهمتيني، والمسح الذاكرة دياله. فاش تجي تضرب الأستاذ يتم يعني مسح ذاكرة الأمة، وهذا الشيء نرفضه عن المراقية فهمتيني. ثم تشوف الشعب المغربي بدراهم مخزنية حقيرة، والآن تتبردوا على الشعب المغربي بحكم أن المخزن فهمتيني عنده القوة، هو اليد يعني هو الصوت يعني هو اللي شاد الدولة يعني بيد من حديد. فلذلك خاسئتم وخاسئة خطابكم وخاسئة هذه الموضوعية ديالكم ديال التبلطاجين. وتحياتي للأساتذة المتعاقدين، تحياتي لكم، مزيدا من النضال حتى تحقيق يعني حتى يرجع كرامة الأستاذ والهيبة ديالو، ونتمنى ترفعوا شعار ديال الأستاذ خط أحمر، الأستاذ مقدس. فهمتيني بلاص ما نبقاو نقدسو حنايا حكام في البلاد هادي، خصنا نعاودو خصنا إعادة النظر في المسألة ديال التقديس، من يستحقوه؟ فاللي يستحق التقديس هو الأستاذ والأستاذة. تحياتي لكم وشكرا لكم على هادشي اللي قدمتوه لينا خلال هاد السنين كاملة. تحية لجميع الأساتذة.